على سيد الأولين والآخرين وعلى والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد كان الكلام في الدرس الماضي في آخر صفحة 47 اللي هي مسألة المصادرة على المطلوب، ووصلنا إلى صفحة 48. لأن جمهور الأمة يرون وجوب النظر وتحريم الاقتصار على التقليد، وبعضهم يرى أن لا إيمان للمقلد أصلا، فكيف يدعى رجحان؟ وأيضا فمما لا يدخل تحت فهم عاقل أن الجزم المستند إلى مجرد التقليد ومن لازمه، كأن هذه جملة معترضة أو تفسيرية، يعني أن الجزم المستند إلى مجرد التقليد يكون مساويا للجزم الذي أنتجته البراهين. الجملة دي كأنها تفسيرية أو صفة حاجة زي أو قيد، بحيث لا يحتمل النقيض بوجه من، ولعله أراد بعض من لم ينظر من أولياء الله تعالى وخرقت في حقه العادة ووهب له من المعارف ما لا يتوصل إليه بالنظر، حتى صارت علوم الناظرين بالنسبة إلى ما أعطي من العلوم كلا شيء. مش كده؟ كل ده قلناه المرة الماضية. وإذا أراد هذا، يعني إذا أراد هذا الإيه؟ ده الأولياء خاصة، فليس هو في محل النزاع. إذا أراد هذا الذي قاله فليس هو من محل النزاع، لأن نزاعنا في المقلد، وهذا الذي ذكر ليس بمقلد بل ده عارف، ده بل هو كالناظر، ده مش كالناظر، ده هو أعلى من الناظر، لأن الناظر نظرا عقليا، وهذا عاين أو كوشف، بل هو كالناظر في أن الحاصل له علم لا أعتقد. هو حتى هنا وجه التشبيه، فهو كالناظر نعم، بس في إيه؟ في أن الحاصل له علم لا اعتقاد، ونحن نقول إيه؟ إن هو أقوى من الناظر لأنه كاشف وإيه؟ وعاين، إنما هو كالناظر في أن الذي حصل له بسبب الكشف هو إيه؟ علم لا إيه؟ لا اعتقاد، فهو كالناظر من هذه الحيثية. بعدين هنبدأ يا مولانا وتوقف، نبدأ من هنا يلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وله وبعد. قال الشيخ رحمه الله نفعنا بعلوم وعلومكم في الدارين آمين. وتوقف العلم غير الضروري على النظر، إنما هو بحسب العادة، ويجوز في قدرة الله تعالى أن يجعل العلوم النظرية لمن شاء ضرورية، حيث لا يفتقر في تحصيلها إلى نظر. يعني من هذه الحيثية، يعني بيقول لك ويجوز في قدرة الله تعالى أن يجعل العلوم النظرية لمن شاء ضرورية. أي واحد يعترض يقول لك إيه ده يعتبر في إيه؟ كيف يجوز في القدرة؟ لأنه يعتبر فيه الجمع بين الضدين، كيف تكون نظرية وفي الوقت ذاته تكون فهو ذكر الحيثية حتى ينتفي هذا الاعتراض، بحيث لا يفتقر في تحصيلها إلى نظر، يعني هي نظرية ولكن تحصل من غير النظر.
فتصير ايه بمنزلة او كأنها ايه يبقى هي لم تنقلب. واضح كده؟ انما كل ما في الامر الحيثية اللي هي بحيث لا، فاذا لم يفتقر في تحصيلها الى نظر واستدلال فتكون ايه ها ضرورية، لان الضرورية شأنها ايه كذلك. لكن هنا في نزاع عندما قال ايه ويجوز في قدرة الله تعالى، يعني جعل هذا الامر من الايه من الامور الجائزة او من الامور الممكنة، لانه لو كان من الامور المحالة عقلا لا يجوز ذلك في القدرة، لان القدرة لا تتعلق بايه بالمستحيل. واضح؟ ولذلك هنا في نزاع. السؤال هنا هل يمكن، هل يجوز أن تكون أو تنقلب العلوم الإيه النظرية إلى إيه إلى ضرورية، يعني علم نظري فيصير إيه خلاص خدنا بالنا من السؤال. ما هو السؤال؟ يعني هل يجوز أن تنقلب العلوم الضرورية النظرية إلى ضرورية أو العكس؟ يعني إذا جوزنا أنه ينقلب النظري إلى ضروري، فهل يمكن ينقلب الضروري إلى نظري؟ هذا السؤال. خلاص كده؟ يبقى في نزاع في هذه المسألة. في شرح المقاصد بيقول ايه عدم الجواز، يعني لا يجوز ان ينقلب الضروري الى نظري ولا النظري الى ضروري. ده في المقاصد. بيقول ليه؟ ايه العلة؟ لان ما بالذات لا يزول او ما بالذات لا يتخلف، وده راجع الى حقائق الاشياء، يعني هي ضرورية فلا تكون نظرية، هي نظرية فلا تكون ايه، لأن هذا مقابل لهذا أو هذا مضاد لهذا، لأنه إذا كان نظريا انتفى أن يكون إيه، وإذا كان ضروريا انتفى أن يكون إيه، يبقى ما بالذات لا إيه لا يزول، يعني قال ممنوع لا الضروري يبقى نظري ولا النظري يبقى إيه ضروري. لكن الآمدي بيقول إن انقلاب النظري ضروريا، انقلاب يعني يكون النظر ينقلب إلى ضروري جائز باتفاق. النظري يبقى ضروري زي هنا بيقول إيه ويجوز في قدرة الله تعالى أن يجعل العلوم النظرية لمن شاء ضرورية، لكن لم يقل أنه يجوز في قدرة الله أن يجعل العلوم الضرورية لمن شاء إيه، يعني جوز هنا إيه انقلاب النظر إلى أو صيرورة النظر إلى ضروري، ولم يجوز الإيه؟ فالآمدي بيقول انقلاب النظر ضروري جائز باتفاق، وعلل ذلك بقوله بأن يخلق الله تعالى في العبد علما ضروريا متعلقا بما يتعلق به علمه النظري. يبقى معنى كده ايه تنقلب العلوم النظرية الى ايه الى ضرورية. ثم قال مين؟ الآمدي. واما انقلاب الضروري نظريا العكس، يعني واما انقلاب المسألة اللي احنا فيها انقلاب النظر الى ضروري. ثم قال واما انقلاب الضروري نظريا فجوزه القاضي. القاضي مين؟ يعني الباقي لا يجوز انه ينقلب الضروري الى ايه الى نظري. وايضا مع القاضي بعض المتكلمين. ايه الحجة بتاعت القاضي ابو بكر الباقلاني؟ يعني بيقول طالما انتم جوزتم انقلاب النظر الى ضروري فيجوز ذلك في العكس،
لأن العلوم متماثلة، ده علم وده علم، وما جاز على أحد المثلين يجوز على الآخر. ما دام ده هيحصل به علم وهذا يحصل به علم، والعلوم كلها متماثلة في كونها علوم، كله متماثل، فما جاز على أحد المثلين إيه؟ جاز على الآخر. يبقى معنى كده يجوز عند مين؟ ها؟ عند القاضي انقلاب الضروري إلى نظري والعكس. خلاص كده؟ ولذلك الآمدي قبل يقول إيه؟ انقلاب النظري ضروري ده جائز باتفاق، إنما العكس اللي هو إيه؟ اللي فيه خلاف. والجمهور على أن الضروري لا يجوز أن ينقلب نظريا، إنما العكس اللي هو النظري يمكن أن ينقلب إلى إيه؟ إلى ضروري. ولذلك العلوم الضرورية دي في الأصل كانت إيه؟ كانت نظرية. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. واضح كده؟ يلا أمور كده. هذا هو التحقيق في مسألة هو بيقول هنا يجوز، أنه يجوز في قدرة الله تعالى أن يجعل العلوم النظرية لمن شاء ضرورية، وجاب الحيثية، مش معناها تكون ضرورية ونظرية في آن واحد، بحيث لا يفتقر في تحصيلها إلى نظر. فإذا حصلت من غير النظر، يعني بواسطة الكشف والإلهام أو العلم اللدني، فتكون كأنها إيه؟ ضرورية، لأنها لم يكن هناك في اكتسابها أو في تحصيلها نظر. وقلنا إيه؟ الكلام اللي قيل في شرح المقاصد بيقول عدم الجواز في داء لا داء ولا داء، والآمدي بيقول انقلاب النظر ضروري داء باتفاق. خلاص؟ أما العكس خلاص، مين اللي جوزه؟ القاضي وبعض المتكلمين. طب والجمهور على إيه؟ على أن الضروري لا يجوز أن ينقلب نظريا، أما النظري فهو إيه؟ انقلابه إلى ضروري، هذا باتفاق. وضحت؟ يلا أبو. قال إلا أن تجويز مثل هذا الخارق الذي لم يعط إلا للنادر من الأولياء لا يسقط وجوب النظر في حق من لم يحصل له هذا المقام. يعني معنى كده يستفاد من هذه العبارة أنه يسقط وجوب النظر في حق من حصل لهم هذا الخارق، أما في حق غيرهم يجب النظر، إنما بالنسبة للأولياء خلاص. لماذا يجب النظر وهو عنده من العلوم والمعارف ما لا يمكن أن يتوصل إليها الإنس والجن؟ خلاص، لماذا ينظر؟ واضح؟ والذي قال والذي جرت به العادة وأمر به الشرع تحصيل العلوم من طرقها المألوفة، وهو الاجتهاد في النظر والتعلم من العلماء والتزام التعب في الدرس والرحلة في طلب الفوائد. يعني قال ده الذي جرت به العادة، يعني النادر ده لا حكم له، احنا بناخد بالذي جرت به العادة، انه العلم ده لا يحصل لك يعني كده تشرب عصير كده او تنام كده، او حد يدعي لك مثلا، او واحد يضع ايده على صدرك كده وتصبح عالم، ده ايه؟ هذا جائز، لكنه لم تجري به الايه، ولا يكون الا في حق الايه، النادر من الاولياء. واحد كده يروح يستريح كده ينام قليلا فيصبح من اكابر العلماء من غير درس ولا تحصيل ولا سفر ولا تعب ولا يروح مكتب ولا دار كتب ولا يصور ولا يدفع فلوس ولا حاجه. لكن هل ده ينفع مع الكل؟ ما ينفعش، لان الذي جرى الامور الامر المعتاد وامر والذي امر الشرع به انه الانسان يكدح ويتعب في تحصيل الايه؟ العلوم من الطرق المالوفه اللي هي الايه؟ التي الفناها، انما في حاجه اسمها الكيمياء، في حاجات كده يعني
طلاسم ومش عارف ايه بتاعت الجن دي من الشأن بيه، ده مش هذا ليس مألوفا ليس معروفا لنا، قد يكون طريق الى الضلال او الى النصب او الاحتيال، وهو الاجتهاد في النظر خلاص كده والتعلم من العلماء. يعني معناه أقول لك الطريق اللي ممكن تحصل به العلم وتصبح عالم اللي هو ده المألوف، كونه في خوارق ما تقعش انت ايه في هذا الامل ومنتظر هذا قد لا يحصل لا في حياتك ولا في حياه اجيال من بعدك، وقد يحصل للقليل من الايه من الناس، والنادر لا حكم له ولا يقاس عليه، والذي جرت به العاده وامر الشرع وامر به الشرع تحصيل العلوم من طرقها المالوفه وهو الاجتهاد في النظر والتعلم من العلماء والتزام الايه التعب في الدرس. يعني حتى لو جيت وحضرت الدرس ونمت مش هتحصل حاجه، برغم انك جيت وكلفت نفسك بس رحت ايه، والرحله في طلب الايه الفوائد. وبعدين جاب لك من القران والسنه ما ايه ما يؤكد ذلك. وقد روي في الحديث لا يستطاع العلم براحه الجسد واطلبوا العلم ولو بالصيد، براحة الجسم واطلبوا العلم ولو بالصيد، يعني معناها مش حتصل الى العلم براحة، لازم تضني الجسد وتسهر وتذاكر وعيونك تتعب وجسمك يرهق يجيلك الامراض عشان تبقى ايه عالم. وورد انما العلم بالتعلم واطلبوا العلم ولو بالصين، يعني كناية على انه الامر فيه مشقة وصعب يعني. وورد انما العلم بالتعلم، وورد يعني في الحديث يعني انما العلم يعني عشان تحصل العلم لازم تتعلم، عشان تتعلم لازم صبر ومشقة وتحصيل وحفظ ومتون وامتحانات وشهادات ونجاح ورسوب وشهادات مرضية وعيادات وهكذا. وقال الله تعالى لنبيه يحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الحق سبحانه وتعالى قال لسيدنا يحيى، قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ايه المراد بالقوة هنا؟ القوة هنا مش القوة اللي هي المادية الحسية، لأن القوة في القرآن الكريم لها مفهومان، مفهوم معنوي معناها العزيمة يعني والجد والنشاط، وفي مفهوم حسي مادي. واحد المفهوم الحسي المادي اللي هو في سورة الكهف عندما قال ايه، قالوا يا ذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. القوة اللي هنا الحديد والنحاس والأسلحة، القوة اللي هي القوة المادية، قوة السلاح قوة البناء. إنما اللي في سورة مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هنا القوة المعنوية. ولذلك القوة معناها بالجد والاجتهاد، وقيل خذ الكتاب بقوة يعني اعمل بما فيه، وقيل بقوة يعني وهبتها لك، قوة الفهم قوة التنفيذ، وقيل بقوة يعني بعزيمة صحيحة قوية. هذا مفهوم الايه القوة، يعني معناها بالضعف وكده، مثلا تقرهم مرة واحدة كده او تبص في الكتاب او ما تذكرش وتعتني، لا فلازم عاوز المسألة مثابرة. وقد جمع ذلك في ايه في بيت اللي هو ايه لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تأويلها ببيان ذكاء حرص واجتهاد بلغة وإرشاد أستاذ وصحبة أستاذ وطول زمان. يبقى هي المراد هنا إيه القوة، يعني الجد والعزيمة والصبر. وقال لكريمه موسى عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام وكتبنا له في الألواح إلى قوله فخذها بقوة. قال جل وعلا زي ما قال سيدنا يحيى قال لسيدنا موسى فخذها بقوة، اللي هو ايه احكام التوراة اللي هو ما كتب في الألواح،
فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فعرفنا المراد بالقوة نفس المعنى اللي هو في قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال سيدنا موسى إيه؟ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها إلى قوله تعالى فخذها بقوة. فهمنا مفهوم القوة؟ قوة لها مفهومان، مفهوم مادي حسي اللي هو في سورة الكهف فأعينوني بقوة، ومفهوم العزيمة والصبر والتنفيذ والثبات اللي هو في سورة مريم خذ الكتاب وفي سورة الأعراف. وقال جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية. وكان السلف الصالح الشاهد هنا الشاهد في الآية هو إيه؟ أنه ليتفقهوا، والتفقه هو التعلم، فلا ينال الفقه إلا بالتفقه ولا العلم إلا بالتعلم الآية. وكان السلف الصالح يرحل أحدهم لطلب الفائدة الواحدة مسيرة شهر. يعني البخاري شفروا عنه كان يسافر شهر عشان يتأكد من إيه؟ من رواية أو من حديث، وأحيانا كان لا يأخذ لو لقي تصرف غير إيه؟ لا يرحل مسيرة شهر عشان يأخذ فائدة واحدة أو سند. ولقد سافر كليم الله عليه السلام. إيه اللي عرفه أنه سافر؟ قال لقد لقينا من سفرنا، هذا نصر، سافر وتعب. ولقد سافر كليم الله موسى عليه السلام مع ما أعطي من علم كل شيء للقاء الخاضر عليه السلام حتى مسه التعب. لقد لقينا من سفرنا، هذا إيه؟ نصر. وبعدين في حاجة هنا، لما سيدنا موسى ربنا هو هنا بيقول إيه الشيخ السنوسي؟ بيقول لقد سافر من كليم الله موسى مع ما أعطي من إيه؟ من علم كل شيء. استند إلى قوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا كل شيء. لو إذا كان سيدنا موسى عنده علم كل شيء رايح ليل الخضر هياخذ إذا كان كل شيء عنده، لماذا يذهب إلى إيه؟ إلى الخضر عليه السلام؟ يبقى هنا مش على العموم. وذلك قال المفسرون معناه من كل شيء، وكتبنا له في الألواح من كل شيء، يعني من كل شيء يحتاج إليه في دينه، وبه يتبين لنا معنى أن سيدنا موسى عنده علم كل شيء حتى يصح أن يتعلم بعد ذلك من الخضر. يبقى إذن العلوم اللي عنده دي من كل شيء من الأمور الظاهرية، إنما العلوم اللدنية الباطنية ليست عنده. يبقى من كل شيء هنا مقيدة، خلاص؟ يعني من كل شيء، وحتى في هنا من تبعيضية، وكتبنا له في الألواح من، مش كل شيء. ولذلك لو كل شيء رايح ليه ثم خلاص هتحصل الحاصل، لو عنده كل شيء يبقى ليس عنده إيه؟ كل شيء. وقال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. بس في هنا اعتراض اللي هو ايه؟ هو بيقول هنا ايه سيدنا الشيخ يا مولانا؟ بيقول والذي جرت به العاده وامر به الشرع تحصيل العلوم من طرقها الايه؟ المالوفه، لحد ما قال انه سيدنا موسى ايه؟ سافر. ده هذا كله يبين انه العلم، يعني السياق هنا ما فائدته؟ لبيان ان العلم لا يحصل عادة، خارق العادة ده موضوع تاني، الا بايه؟ بسبب وكد وتعب. بالعادة العلم لا يحصل الا ايه؟ كد وتعب وسفر. في العادة، خلاص كده؟ نعم. لكن ممكن يقال ايه هنا؟ يقال من جملة الطرق، هو قال انما العلم بالتعلم والتزام التعب في الدرس والرحلة في طلب الفوائد، وكل ده ساقه عشان يبطل الايه؟ التقليد، ان المقلد ما عندوش علم، ما عندوش درام، لم يكد، لم يتعب، بين قاد وخلاص. يعني عرف السياق لايه؟ للغرض ما هو؟ ابطال الايه؟ التقليد. التقليد. ف
وقد يقال من جملة الطرق التعلم. فإذا تعلم أي المقلد عقائده واعتقدها تقليدا للعلماء، يعني عرف العقائد وراح يعتقدها من غير ما ينظر في الأدلة أو تعلمها بس حفظها زي حفظ الخريدة كده، واعتقدها يعني اعتقد ما فيها في الخريدة أو في الجوهرة تقليدا للعلماء، دخل في قول المؤلف أنه أخذها من طريق مألوف، خلاص كده. ولذلك يجي يقول لك والله أنا إيه عملت بقولي تعال اجتهدته، فيصبح المقلد عنده نوع من الاجتهاد، اجتهدت في سؤال العلماء والله تعالى قال فاسألوا إيه، فسألته هل وجود الجنة حق، قال نعم فأنا قلدته، لكن أنا تعبت في السؤال وبحثته، وهذا طريق من الطرق الإيه المألوفة، زي قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر. فيكون كلام المصنف كل ده منصوبا، يعني ده كله إيه في محل إيه نصب، لا ينهض حجة على منع التقليد، هو بالطريق مألوف ومعتاد وإيه وتعب وكد، ولكنه إيه ليس من الناظرين، كل ما في أمر حفظ المد ورع العلماء وسألهم وخلاص كده، واعتقد ذلك إيه دون الوقوف على الأدلة، فلا يخرج مع الكد والتعب عن التقليد. يعني في تقليد على نعيم، في تقليد براحة كده من غير أي شيء، وفي طريق في إيه تعب، ومع ذلك هو إيه مقلد. والجواب أن مراده يعني مراد الشيخ بيان أن العلم لا يكون عادة من طريق العارفين من الأولياء الذين لم ينظروا، فلا يجعل المقلد أو لا يجعل المقلد حالتهم حجة لنفسه، يعني هذا هو المراد إبطال أنه يتعلق بحكم النادر ويحتج بذلك، يقول أنا مش هنظر وتأتيني المعارف والعلم زي ما حصلت لفلان الولي، يبقى كأنه حيتقاعد عن الجد والتعلم احتجاجا بما حصل لغيره من أكابر الأولياء. هذا بساق الشيخ هذا الكلام لإبطال هذا، ده له وجه ولا ملوش؟ يلا. قال وإن أراد بالإيمان ما ينشأ عنه من أعمال البر، احنا رحنا لهذا الحاشية الأول، حاشية عشان من أول هات من أول وتوقف العلم فين؟ ما احنا قرينا المصادر اللي قرأناها، هات من أول وقوله وتوقف العلم تحت صفحة 48 48 في الآخر ثلاث سطور تحت، قوله وتوقف العلم إلى آخره. جواب عما يقال كيف هذا مع أن العلم النظري يتوقف على نظر؟ يعني هو بيقول توقف العلم غير الضروري على النظر، ده بحسب العادة مش كده؟ لأن النظري لم يسمى نظريا إلا لتوقفه على النظر، لكن هذا بحسب الإيه؟ حسب العادة، فقد يتوقف على غير النظر، يعني يكون علما، وتكلمنا في جواز انقلاب العلم الإيه؟ النظري إلى ضروري، والعكس في من منع وفي من أجاز وهكذا. قوله ويجوز إلى آخر تعليل لقوله إنما هو بحسب العادة، قوله بحيث وليس المراد أن ذاتها تصير ضرورية لئلا يلزم قلب الحقائق، يعني معناها العلم مش في ذاته، يبقى في ذاته نظري وفي ذاته ضروري، وهذا ما جعل مين؟ ما جعل الشيخ في شرح المقاصد يقول بعدم الجواز، يعني لا تنقلب العلوم النظرية إلى ضرورية ولا الضرورية إلى نظرية، لأن ما بالذات لا يتخلف أو لا يزول، وذلك لما يقول إيه وليس المراد أن ذاتها تصير ضرورية لأن لا يلزم انقلاب الحقائق. قلنا الآمدي قال إيه؟ قال انقلاب النظر ضروري جائز باتفاق النظر زي ما الشيخ قال هنا. نعم؟ بيقول بأن يخلق الله في العبد علما ضروريا متعلق بما يتعلق به علمه الايه النظري،
ثم قال الآمدي: أما انقلاب الضروري إلى نظري جوزه القاضي وبعض المتكلمين. ليه؟ قال: لأن العلوم كلها متماثلة، فما جاز على أحد مثلين جاز على الآخر. ده علم وده علم، ده مثل يجوز ده ينقلب إلى العكس يجوز في الآخر، لأنه كله إيه؟ علم. ثم قال: الجمهور على إيه؟ على أن الضروري لا يجوز أن ينقلب نظريا، بخلاف العكس يجوز أن ينقلب النظري إلى ضروري. وهذا ما قاله مين؟ الشيخ السنوسي لمن شاء من هذه الحيثية، بحيث إيه؟ ها؟ لا يفتقر في تحصيلها إلى نظري. وهذا يكون من باب إيه؟ خرق العادة. قوله لا يسقط، فالنظر واجب عليه. يعني لا، مش لا يسقط، لا يسقط وجوبا، لا يسقط وجوبا، يعني معناه هذا الذي حدث يسقط وجوب النظر في حق من حصل له من الأولياء. أما أنا وأنت لا بد أن نحن نسلك الطريق للمعتاد. قوله لا يسقط، هتقعد تنتظر الكشف، هتتوفى ومش هيجي لك الكشف يوم يكشف عن ساق، هيجي لك الكشف في القيامة إن شاء الله. قوله اللي هيجي لك، قوله لا يسقط، أو هيجي لك عند الموت فكشفنا عنك غطاءك. لا، إذا كان حد فيكم منتظر يبقى ينتظر هذا. مش منتظرين حاجة، الحمد لله. يعني واحد انتظر أنا حتى يكشف، خلاص حيتكشف، بس الكشف خلاص. هو رجع في كلامه، مش صح يا شيخ محمد؟ هو رجع في كلامه يا عم. الله يهديك. والله لا يسقط، لم ننفي الإمكان لكن نفينا الوقوع. قوله لا يسقط، فالنظر واجب عليه، وكسله وعدم تعاطيه للنظر مجوزا لخرق العادة حرام، حرام عليه. يعني هو عاد لو جوز خرق العادة دون أن يتكاسل، دون أن يعني يتقاعس، يبقى هذا جائز. إنما إذا كان تجويزه لخرق العادة يؤدي إلى كسله، هنا اللي حرام. فهمت كده؟ يعني إحنا ما نجتهدهم ولا نتكاسل ونحافظ على الدروس ونتعلم، ولكن مع ذلك يجوز أن ربنا يفتح علينا ونحفظ الكتاب كله والأمور تستجيب المجال. نعم. بس مع عدم التقصير. إنما الذي يجوز يبقى كأنه بيتخذ هذا ذريعة إلى الإيه؟ إلى الكسل. نعم. قوله في النظر أي في المطالعة، وقوله التعب في الدرس أي في حالة التدريس بأن يصغي لكلام شيخه ويترك الكلام والنوم والتفكر مثلا. خد بالك، تصغي لكلام الشيخ في الدرس، مراد بالشيخ مش أنا، السنوسي. إحنا بس بنبلغ، تصغي لكلام الشيخ وتترك الكلام والنوم والتفكر في غير الإيه؟ واحد يقول لما أترك التفكر مرحلة، لا تترك التفكر بالكلية، إنما تترك التفكر في شؤون أخرى. لو أنت تركت التفكر في الدرس مش هتفهم. قوله الرحلة أي إن لم يكن في بلد المتعلم من يعلمه، وإلا فلا. يعني الرحلة إمتى تسافر وتروح مثلا الأردن وتروح مثلا ليبيا؟ لو كان ما فيش في الأزهر، لو الأزهر مات، إنما الأزهر موجود، تسافر برا ليه؟ ما هو اللي برا ده واخد من هنا. أي واخد من هنا الله، فهتتعب ليه؟ نعم. انت مش مسافر عشان تتعلم، ده بالعكس مسافر عشان تنهب، بس بتحط العلم ايه؟ ستار. بس يا مولانا احنا ما سافرناش وقعدنا اهو. قوله وقد روي. في ناس يقول لك والله انا رايح، قال ايه؟ رايح الخليج عشان انشر العلم. كذاب والله، لولا الفلوس لما تروح السودان او روح الصومال. أو روح مثلا بلد من البلاد الفقيرة، ليه يعني رايح في أغنى البلاد عشان نشر العلم؟ روح الموريتانيا، أي بلد على كده، عشان هم اللي عندهم مناشئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله والرحلة أي إن لم يكن في بلد المتعلم من يعلمه وإلا فلا. وقد روي قوله وقد روي ما ترحلش على الفاضي. في بلدك من يقوم بالتعليم عيب وتروح بره خلاص كده. نعم. قوله وقد روي شروع في الاستدلال على أن العلم لا يحصل إلا بالطرق المذكورة. قوله لا يستطاع أن يحصل. قوله براحة الجسم الباء بمعنى مع أي بل لا بد من الاجتهاد في النظر والتعب في الدرس. قوله ولو بالصين أي التي هي بلدة بعيدة ففيه دليل على طلب الرحلة لتلقي العلم. قوله بس الحديث صحيح؟ لا يعني في كلام. قوله لو بالصين قوله بالتعلم أي فلا بد من التلقي عن الأشياخ. قوله بقوة أرحم الشيخ الشعراوي والدي البنت تدرس في جامعة القاهرة زمان جامعة القاهرة دي بالنسبة للسيدة كتير كان في الجامعة في الجيزة هناك بعيد ابنه الشيخ بقول يا مولانا ده في الجيزة آخر الدنيا كل آخر المال بقول قوة الولاء في الصين رحمة الله عليه شيء كان بيقوله مقنع الله يحفظه ده كان حديث ولو في الصين قوله بقوة أي اجتهاد فهذا دليل للاجتهاد والتعب. قوله فلولا نفر دليل على الرحلة. قوله مسيرة شهر المراد مدة طويلة يعني مش شرط شهر 29 مدة طويلة 3 أيام 5 أيام هنا ما فيش مفهوم للشهر بعينه يعني مثلا كانت الرحلة 27 يوم ما ينفعش ينفع طبعا مراد مدة طويلة فعبر بالشهر عشان حاجة طويلة نعم. قوله علم كل شيء أي ما يحتاج له في دينه يعني مما يحتاج له في دينه لأن سيدنا موسى لم يؤتى علم كل شيء نعم يؤخذ كل شيء وحاجة ساوى علم المخلوق ما علم الخالق سيدنا نعم حضرتك قلت من هنا للتقل من كل شيء أي ما ممكن من كل شيء يعني ولا نحتاج لتقدير لا لو قلنا من كل شيء يعني بعض كل شيء ماشي قال لم يؤتى كل شيء لكن هي بيانية نعم بس عشان كده زي اللي في الآية بتاعت تجتنبوا رجسا من الأرسال رجس يا أخي من بيانية يا أخي مش عارف مين وأوتيت من كل شيء الملكة يعني أوتيت العرش أوتيت السماوات ولا أوتيت من كل شيء مما تحتاج إليه في الملك نعم مش يروح يجي لك على باله الرجس ما تحيي الرجس أنا بالخيالية الصمت في الدرس وقال الشيخ الصمت وأما سفره للخضر فلمعرفة العلوم الباطنية يعني سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى اداله علم كل شيء مش كده؟ نعم يعني من الأشياء اللازمة لشريعته أو لأحكام دينه نعم إنما راح لسيدنا الخضر وسافر عشان العلوم البدنية عشان العلوم الإيه؟ الباطنية عشان العلوم الباطنية خلاص كده؟ نعم. قوله الخضر بفتح فكسر المعتمد أنه نبي وقيل ولي الخضر ده ليه اسمه لماذا سمي الخضر؟ وما اسموش كده ليه اسم ثاني؟ عارفه؟ اسمه الملكة ليه اسم ثاني مش فاكر اسم سيدنا هو الخضر ده مش اسم ده لقب ليه بليان او إليا إليا بليا ابن ملكان روى البخاري في الصحيح في كتاب أحاديث الأنبياء أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء حديث ده في البخاري يبقى كده هذا يعتبر ايه سمي لهذا السبب اللي جلس على فروة بيضاء فإذا هي تكون ايه خضراء عشان كده سمي ايه الخضر نعم والخضر عليه السلام لما يذكر لأنه حي لم يمت الجمهور
على أنه باقي إلى الآن. خلاص كده؟ قوله: وإن أراد، أي من قال إنا نجد بعض المقلدين أقوى إيمانا من بعض الناظرين. قوله: بالإيمان، الأولى بقوة الإيمان. فين احنا هنا يا مولانا؟ يبقى تقول كده الخضر. نعم. الخضر بفتح، الخضر في بعض الناس العام يقول لك ايه الخضر، لا هي الخضر. نعم. بفتح فكسر، المعتمد أنه نبي. طب ليه؟ لأنه في الآية أتى إلى ما يشير بذلك، إنما قال: وما فعلته عن أمري. المعتمد وقيل ولي، وهذا هو المشهور. نعم. قوله: وإن أراد بالإيمان ما ينشأ عنه. ففي معتمد غير مشهور، في مشهور غير معتمد. نعم. قوله: وإن أراد بالإيمان ما ينشأ عنه من أعمال البر، أي من قال إنا نجد بعض المقلدين أقوى إيمانا من بعض الناظرين. قوله: بالإيمان، الأولى بقوة الإيمان. هذا هو عنده بيقول هنا إيه؟ وإن أراد بالإيمان ما ينشأ عنه من أعمال البر. وإن أراد بالإيمان ما ينشأ عنه من أعمال البر، إن الأولى أن يقول بقوة الإيمان. نعم. لأن قوة الإيمان وضعفه اللي بيسموها إيه؟ المسألة اللي هي زيادة الإيمان وإيه؟ ونقصان. ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها. وقيل لا، وقيل لا قل فكذا قد نقل. قوله: ما ينشأ، الأولى كسرة ما ينشأ. قوله: من العلماء، المناسب من الناظرين، وإن كان الناظرون هم العلماء. بالإيمان يعني بقوة الإيمان، مش كده؟ ما ينشأ عنه، ما ينشأ يعني كسرة ما ينشأ عنه من أعمال البر. عنه من أعمال البر، لأن الإيمان إذا زاد أو قوي تنشأ عنه يعني عن قوته أعمال كثيرة من البر والطاعة وغير ذلك. قوله: من العلماء، المناسب من الناظرين، وإن كان الناظرون هم العلماء. يعني زي ما يقول الأنسب بدل ما يقول إيه، وأن بعض المقلدين يتحفظ من المعاصي. يعني في ناس عامي مقلد لا درس ولا معاه دكتوراه ولا ماجستير ولا يحزنون، رجل يعني على كد حاله كده. هذا لو بعض المقلدين تلقاه إيه يخاف من المعاصي ويتحفظ وعنده التزام، يقوم يصلي في الليل ويصلي الفجر ويحافظ على الوضوء ويلتزم من القيام بالأوامر ما لا يوجد في كثير من العلماء. ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ يعني تلقى ناس عوام وإيه وتجده ملتزم ويخاف من الحرام جدا وما يرضاش يكذب ولا يغش، وتلقاه واحد عضو في هيئة كبار وتلقاه إيه شيخ الكذابين عضو. ففي الحالة دي الإنسان يغتر، يقول لك يا أخي العلم ده إيه مفروض لو كان العلم ده فيه هداية وفيه صلاح كان إيه كانت الناس دي استقامت، فبلاش منه، خلينا مع العوام أفضل، ناس إيمانها ثابت ولا تأسوش ربنا، ودول لا يتورعون من فعل مش الشبهات المحرمات. بيحصل ولا لا؟ لكن خد بالك ما تتسرعش. يبقى بيقول لك هنا ايه؟ قوله: من العلماء، لا خلينا بس، وان بعض المقلدين يتحفظ من المعاصي ويلتزم من القيام بالاوامر ما لا يوجد في كثير من العلماء. فمسلم كده ايه اللي فمسلم خبر ايه هنا؟ ده فمسلم ده خبر ان بعض المقلدين يتحفظ. يعني هذا لو اراد هذا فهذا مسلم. نعم. وليس المسلم انه ال ال وليس العلم هو الذي حمل العالم. نفس القضية انه العلم هو اللي حمل العلماء على المعاصي. يقدح وانه التقليد هو اللي حمل الناس على الطاعة. نعم. ده لا مش مسلم ده. خد بالك لأن الانتفاع بالعلم صحيح، الانتفاع بالعلم هو بيد الله، وليس بين العلم والعمل ربط عقلي. نعم. في ربط بس ربط عادي. عادي أيوه. يعني عاوز أقول لك
يجوز أن يكون من أكابر العلماء ويكون فاسقاً. ما فيش ربط عقلي. خلاص كده. ويجوز أن يكون من أجهل الناس ويكون في غاية الصلاح والالتزام. الصلاح والالتزام. وما يعرفش فرائض الوضوء. يعني ما فيش ربط عقلي. إنما الربط عادل. نعم. أنا تحت قال ولا عادل. ها؟ قال ولا عادل. ها؟ أصبر يا سيدنا الشيخ. بيقول لك وليس بين العلم والعمل. ده كلام الشيخ السنوسي. ايوه ربط عقلي. يقول ما فيش ربط عقلي. وشاف جه الشيخ زاد تحت الحميد يقول ولا عادي. عادي يعني حتى عاوز يقول لك ايه الربط اللي احنا بنقول عليه عادي حتى ده برضه في العاده ما يتخلف. يعني لا عقلي ولا عادي. يبقى ده ايه؟ زياده تاكيد يعني بياكد على كلام الشيخ مش بينفيه. يعني لا يوجد ربط اصلا. نعم. إنما الشيخ رأى أنه لا يوجد ربط عقلي لكن يمكن يكون في ربط إيه؟ عادي عشان كده يصبر شيء. قال الشارح رحمه الله وليس العلم الذي هو الذي حمل العالم على المخالفة حتى يقضح في شرفه. بص كده يا مولانا وليس بين العلم والعمل يعني مش لازم كل عالم يبقى عامل ولا كل عامل يبقى عالم. في عامل وقيام في الليل ولا يكذب ولا يغش وعندوش يعني حسد ولا كبر وليس عالم. وفي عالم وعنده الاشياء دي كلها. فيبقى اذا ما فيش ربط بين الايه بين العلم والعمل. ما فيش ربط عقلي ولا عالم الا ان هذا اللي هو ايه الاشاره هنا الا ان هذا الاشاره ترجع الى ايه عدم وجود كسرة العمل. الإشارة إما عائدة إلى ما مر اللي هو كثرة تحفظ بعض المقلدين والتزامهم واستقامتهم وصلاحهم وعدم التزام أهل العلم. الإشارة ترجع لذلك. أو إلا أن هذا يعني عدم الرب. يبقى ينفع الإشارة ترجع لعدم الرب أو ترجع إلى ما مر من كثرة إيه؟ التحفظ من بعض مين المتقلدين. إلا أن هذا حشي. لا يقدح إلا وجوب العلم ولا في شرف. ولا في شرف اللي هو إيه؟ كون بعض العلماء فساق أو ضلالية أو يعني منافقين هذا لا يقدح. يعني يجيش واحد يقول والله إيه؟ طلب العلم مش واجب. عشان العلماء مش بيعملوا بعلمهم وعشان بينافقوا السياسة بينافقوا أي حد وعشان بيكذب. يبقى كده إيه العلم مش واجب لأنه معناها لو وجب علي العلم لوجب علي أن أكون مثله. لهذا لا يقدح فيه في وجوب الإيه العلم ولا في شرفه. يعني عدم عمل العلماء به لا يقدح في وجوبه ولا يقدح في ايه في شرفه. وليس العلم هو الذي حمل العالم على المخالفه. يعني تعالى ايه اللي خلى العالم يخالف؟ هل هو العلم حتى يقدح في شرفه؟ يعني في شرف العلم مش في شرف العالم. هو العالم فاسق ليس له شرف. يبقى ليس العلم هو الذي حمل العالم على المخالفه حتى يقدح في شرفه. يعني في شرف الايه العلم. ولا التقليد هو الذي حمل المقلد على الموافقه حتى يدعى شرفه. نعم شرف الايه شرف التقليد. التقليد بل انما يحمل العلم في الحقيقه لو صاحبه التوفيق على الموافقه. يبقى خد بالك بل إنما يحمل العلم على الموافقة إن صاحبه التوفيق. نعم. يبقى العلم في ذاته لا يحملك لا على الموافقة ولا على الإيه؟ متى يحملك على الموافقة؟ إن كان هناك توفيق. ولذلك إبليس ده كان أعلم أهل الأرض ولكن لم يكن من أهل الإيه؟ التوفيق. من أهل التوفيق. ثم إن هذا العالم خد بالك ده النكتة هنا. نعم. ثم إن هذا العالم المخالف بالجوارح
والله العظيم أحسن من الثاني وأحسن حالا من المقلد الموافق. ثم إن هذا العالم اللي هو بيشرب خمرة بيشرب دخان بيسب الدين ده أحسن من إيه؟ حالا من المقلد الموافق. المقلد الحمار أحسن حالا من المقلد الموافق. لأن المقلد قال الجمهور بعدم صحة إيمانه بعدم إيمانه أصلا فلا يكون له عمل يعني أصلا ملوش عمل لا صالح ولا غير صالح ولا قليل العمل مع العلم أفضل من كثير العمل بلا علم بل لا أثر للعمل الخالي عن العلم أصلا. وقد شدد رهبان النصارى ومن في معناهم من الجهلة على أنفسهم في الدنيا تشديدا عظيما في العبادة ومع ذلك لا ينفعهم يعني التشديد على أنفسهم لا ينفعهم شيئا في الآخرة. شوف خد بالك ثم لو جئنا لعد المحاسن لسه خبر لو ما جاش ثم لو جئنا لعد المحاسن والأعمال التي اتصف بها أكثر العلماء من أئمة المسلمين ومشايخ الأولياء الذين هم قدوة المتقين وما لهم من العلوم ثم بثها اللي هو العالم تعليما وتأليفا وجهادا لكل مبطل حتى انقطع من كل جاهل ومبتدع التشوف إلى الاختلاس. الاختلاس يعني الاستلاب من سلبا سلبا أي انتزعه من غيره قهرا استلبه حتى انقطع من كل جاهل ومبتدع التشوف إلى الاختلاس من الدين لغاب خبر إيه؟ خبر لو جئنا لغاب في أدنى مكرمة لهم جميع لهم يعني العلماء جميع أعمال عامة المسلمين تغيب في أدنى مكرمة لأهل العلم. واسمع اللي بعده لكن ده المصيبة هنا لكن مشاهدة هؤلاء المتشبهين بالعلم وليسوا منهم وعزة وجود أهل العلم على الحقيقة هي التي جسرت الجاهل بمناقب من مضى من أئمة المسلمين على ما على أو ذكر. على ذكر مترهب على ذكر المترهب العامة في معرض ذكر العلماء الراسخين يعني العامة المتشبهين بالرهبان يعني. عندما يقول إيه بعض المقلدين أشد التزاما وصلاحا وتقوى من العلماء مش كده وفي الحقيقة من أشباه العلماء لأن هؤلاء الذين لا يعملون بعلمهم ليسوا علماء إنما هؤلاء تشبهوا اندسوا في الإيه في العلماء. الجهل هو اللي خلانا نسمي مترهبين والجهل هو اللي خلانا سمينا دول علماء اي والله والشهادات اللي حصلوا عليها والدكتوراه والدولة هو اللي خلانا قلنا على الاشكال دي علماء وهي لن تعرف رائحة العلم لكن شهادات ومناصب وكذا وخلناهم ايه في صفوف العلماء وهم ليس هذا هو الذي جسر الجهلة وقالوا دول أحسن من العلماء لكن في الحقيقة اللي بيشب اللي بيوازنوا بيهم دول مش علماء دول أدعياء العلم. زي كان عندنا شيخ زمان يخطب في جماعة كده لابسين جبب وحاطين عمم أزهرية وما كانوش يعرفوا إعراب حاجة كده يعني البلد ما فيهاش فعاملين نفسهم هم إيه الزعماء الروحيين فكانوا اللي يخطبوا إيه يا من لبسوا أزياء العلماء وليسوا بعلماء هو اللي احنا عايشين فيه فعشان كده يجي الجاهل يضطر مش عارف مين هو العالم يروح يقول على دولة علماء ويشوف تسيبهم وتفلتهم من الشريعة فيحسبها على العلم يا لطيف يروح يقول على المقلدين أحسن من مين من العلماء لكن هل دول علماء أبدا لا أبدا نعم واضح كده
ولذلك قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده ليه؟ العلماء. الظالم ما عندهمش خشية العلماء. أنت فاكر العلم شهادة ولا وظيفة ولا منصب؟ نعم. يلا حسن الحال. قوله وما ينشأ الأولى كثرة ما ينشأ قوله من العلماء صفحة 49 المناسب من الناظرين وإن كان الناظرون هم العلماء يعني قوله. واحد هو بس بقول لك يعني من الناظرين بس تعرف أن هم الناظرين هم العلماء قوله وليس العلم هو الذي حمل العالم على المخالفة قال علة لكون الانتفاع بيد الله يعني متى ينتفع العالم بعلمه إذا كان من أهل التوفيق وما توفيق إلا تحدى مش الكلمة دي قالها العالم دي قالها النبي سيدنا مين اللي قال صعيب وما توفيق إلا بالله يعني الإصلاح وهو نبي عليه قال وما توفيق إلا بالله نعم قوله عقلي أي ولا عادي يعني معناه لا نربط بين ذلك لا عقلا ولا عادة نعم قوله إلا أن هذا عدم وجود كثرة العمل في كثير من العلماء مرتبط بقوله فمسلم وقوله في وجوب العلم أي المعرفة بالنظر بس مسلم هذا بحسب الظاهر بحسب الذين تشبهوا بالعلماء إنما لو كان عالما حقيقيا لكان من أخشى الناس وأتقاهم الله نعم قوله في شرف أي العلم على التقليد قوله وليس تعليل لما قبله لأنه لا يعقل يا مولانا ربنا يجيبهم معاه في الشهادة شهد الله لا إله إلا هو والعلم والملائكة ويذكرهم في معرض التشريف هم نصابين ده النصابين اللي تشبهوا بهم مش دول صحيح ربنا يذكر معاه مع الملائكة نصابين جهلة وخذوا العلم بالتزوير والشهادات خذوها بالغش أبدا هل هم دول؟ ولو فين وقل رب زدني علما ده معناها زدني جهلا لو كان المراد كده نسأل الله العفو معناها كده نسأل الله العفو قوله وليس تعليل لما قبله قوله على المخالفة أي للشرع أو لأمر قال يا سيدي وليس بين العلم وليس بين الإيه وليس العلم هو الذي حمل على المخالفة هذا تعليل لما قبله قوله أصفي وليس تاني وليس بين العلم والعمل خلاص قوله على المخالفة أي للشارع أو لأمره قوله على الموافقة أي موافقة الأمر أو الشارع وهذا متعلق بقوله يحمل كل ده مفهوم قوله ثم إن هذا العالم دفع لما يتوهم أن المقلد العامل أفضل من العالم غير العامل لأن ثمرة العلم العمل قوله هو أحسن لأنه اتفق على صحة عمله العالم حتى ولو فاسق والمقلد قيل بعدم إيمانه فلا صحة له لو كان إيمانه لا يصح إذن يترتب على عدم صحة الإيمان عدم صحة العمل فكيف نقول عمله أحسن من العالم لا ملوش عمل وقيل بصحتهما والعمل المتفق على صحته أحسن من المختلف فيه بصحتهما يعني بصحة إيمانه المقلد. وصحة عمله ولكن ده في اختلاف نعم ما فيش اختلاف والعمل المتفق على صحته احسن من يعني حتى لو قلنا بصحه ايمان المقلد وصحه عمله لكن يبقى الفضل مين انه لا خلاف وهذا جرى فيه الخلاف والمتفق عليه خير من المختلف فيه نعم قوله بل لا اثر للعمل الخالي عن العلم وذلك كعمل المقلد والمراد بالعلم العلم المتعلق بالعمل وقوله اصلا راجع لقوله لا اثر فين اصلا دي اللي هو يسد اخر سطر قوله لا اثر العمل الخالي عن العلم اصلا يعني ملوش اثر في الاصل لا. في الاصاله ملوش قوله وقد شدد رهبان النصارى تعليل لقوله بل لا اثر وفي هذا التعليل نظر يعني مع انه رهبان النصارى اخذوا بالتجديد حرموا على انفسهم الزواج وحرموا متى الدنيا وقعدوا متقشفين ومحرومين من الملذات وليل نهار في التمتع والصوامع والطاعه ومع ذلك هذا كله وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا ملوش لازمه يا لطيف مش كده سيدنا عمر شاف واحد في الصومعه راهب كاد ينقطع من العباد
وتذكر قول الله تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يا لطيف. يعني التعب راح على قوله وقد شدد تعليل لقوله بل لا أثر، وفي هذا التعليل نظر إذ فيه جعل الدليل عين الدعوة وهي أعمال المقلدين لا تنفعهم. لا تنفعهم. بس ده مختلف فيه طبعاً. نعم. لكن حتى لو كان لكن الثاني مش مختلف فيه. قوله ومن في معناهم أي كالمقلدين فإنهم كالرهبان في أن كلا كافر وإن اختلف المعتقد. صعب صعب. يا لطيف. بس احنا مش بنقول بالكلام ده، بس بنقول بايه؟ انه مهما كان لا يمكن وضعهم في مقارنه بسبب الاعمال وبسبب العباده. نعم مع العلماء. لانه نعم. حتى لو صح هذا لغابوا في ادنى مكرمه. نعم نعم يا سيدي. نعم. لغابوا في ادنى مكرمه من العالم. نعم يا سيدي. قب. قوله تجديدا عظيما أي بكثرة العمل. قوله لا ينفعهم شيئا في الآخرة أي لكونهم كفارا في الواقع. لما قال له انه ذولا احسن من المواعنة. نعم يا سيدي. قوله ثم لو جئنا لعد المحاسن أي ثم بعد ذكر ما مضى أقول لك لو جئنا لعد المحاسن والأعمال التي اتصف بك سوء من العلماء إلى آخره فالترتيب ذكري. قوله لعد المحاسن أي الأعمال الحسنة فعطف ما بعده عليه تفسيري. قوله مشايخ الأولياء أي كبرائهم كالأئمة المجتهدين. قوله الذين هم أي مشايخ الأولياء أي مشايخ الأولياء الذين هم قدوة المتقين. المشايخ الأولياء الذين هم قدوة المتقين. أولياء الذين هم قدوة المتقين. أيوة. مولانا الذين هم أي مشايخ الأولياء. أيوة. حضرتك هتفتح قوس وتكتب كده قولوه المتقين هم الأولياء فيهم. آه ماشي الله. قوله وما لهم قوله وما لهم عطف على المحاسن. يعني قوله يعني لو جئنا لعدل لا اللي قبلها مش كده. نعم يا سيدي اللي هو ولو جئنا لعدل المحاسن والاعمال التي اتصف بها ائمه المسلمين ومشايخ الاولياء الذين هم قدوة المتقين وما لهم من العلوم ثم يعني بسها تعليما وتاليفا عطف على ايه وما لهم وما العطف على المحاسن لعد المحاسن وعد ما لهم. نعم كده عطف على المحاسن. قوله ثم بثها عطف على العلوم. قوله ثم بثها ولا ثم بثها وجئنا لعد المحاسن ثم بثها لعدها ثم بثها. نعم ثم بثها عطف على العلوم ثم بثها تعليما وتأليفا وجهادا لكل مبطل. أي من المعتزلة والفلاسفة فكل ما يقيم واحد منهم شبهة يبطلها العالم فإبطالها جهاد. لو جئنا لعد وما لهم من على العلوم عطف على المحاسن لعد الايه المحاسن والاعمال بعد عدها وبثها. ايوه عد المحاسن وايه بقول وما لهم من العلوم ثم بثها. لا طيب هو يمكن اقصد على ثم وما لهم من العلوم ثم بس تلك العلوم مش بس المحاسن. وما لهم من العلوم ان هي قضيه الخلاف بيننا اصلا في العلم. خد بالك لو كانت عطف على احنا الاشكاليه مش في المحاسن يا مولانا على وما لهم من العلوم عطف عليه والذين هم قدوه المتقين وما لهم من علوم ثم لو جئنا لعد المحاسن وما لهم من العلوم ثم بس العلوم لان خلافنا او قضيته في الكلام في علومهم يا شيخ محمد مش المحاسن. ما لو كانوا اهل محاسن خلاص لا خلاف. لا هو مولانا اهل المحاسن يتكلم على العلماء ثم لو جئنا لعد المحاسن والاعمال التي اتصف بها اكثر العلماء
من أئمة المسلمين. ما ماشي. وما لهم يعني وعد ما لهم من العلوم. ثم بس هذه العلوم. ثم بسها يعني جئنا لعدها ثم جئنا لبسها. بدليل ما بعدها يا مولانا إنه قال بسها تعليما وتأليفا المحاسن ما هيش تعليم وتأليف. عطف على العلوم. هتمشي. تمشي. وما لهم من العلوم ومن بثها. تمشي كده وتمشي. قوله وجهادا لكل مبطل أي من المعتزلة والفلاسفة فكلما يقيم واحد منهم شبهة يبطلها العالم فإبطالها جهاد. قوله من كل جاهل ومبتدع المحل للضمير بأن يقول منه أي المبطل وأظهر إشارة إلى أن ذلك المبطل جاهل جهلا مركبا اللي هو قال فيها وحتى انقطع من كل جاهل ومبتدع التشوف يعني هو قال ثم بسها جهادا لكل مبطل حتى انقطع كل منهم ما هو ذكر مبطل قبل كده فأظهر في محل الإضمار أظهر يعني يعني بدل ما يقول حتى انقطع من كل منهم أيوة فقال أظهر إشارة إلى أن ذلك المبطل جاهل نعم يعني أظهر حتى يصف المبطل بالجهل نعم أي جهلا مركبا لأنه الذي له قدرة على إقامة الشبه ومبتدع يعني المبطل جاهل بس هي جهل مركب نعم لأنه الذي له قدرة على إقامة الشبه ومبتدع قوله إلى الاختلاس أي الاختطاف وقوله من الدين أي من أطرافه وهذا كناية عن أخذهم شيئا من أمور الدين وتأويلهم لها لأجل احتجاجهم وذلك كقوله تعالى حتى انقطع من كل جاهل ومبتدع مش كده يعني من كل جاهل ومبتدع التشوف إلى الاختلاس من الدين إلى الاختلاس من الدين يعني العالم لما يفعل ذلك جهادا وينقطع من الجهل التشوف إلى إيه احتلال شيء أو انتحاله يغلق عليهم الباب يغلق عليهم إيه الباب وذلك كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فأول ناظرة بمنتظرة الحاشية قوله إلى إيه إلى الاختلاس أي الاختطاف إلى الاختلاس أي الاختطاف اللي هو الاستلاب اللي أخذه قهرة نعم وقوله من الدين أي من أطرافه يعني هو مش بيختلس حاجة من جوا بيخطف من بره وهذا كناية عن أخذهم شيئا من أمور الدين وتأويلهم لها يعني لأمور الدين لا. لأجل احتياجهم وذلك كقوله تعالى وجوه يعرض بالمعتزلة نعم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فأول ناظرة بمنتظرة إنعام ربها يعني خلوا إلى مفرد آلاء طبعا ده جهل باللغة واختلاس اختطاف قوله لا غاب في أدنى مكرمة جواب لو من قوله ثم لو جئنا لا غاب في أدنى مكرمة المكرمة هي فعل الكرم نعم أي تعرضنا أي تعرضنا يعني لو تعرضنا لأدنى مكرمة والمكرمة بضم الراء الوصف الحميد من علم أو عمل وقوله جميع أعمال إلى آخره فاعل غاب جميع أعمال في أدنى مكرمة لهم جميع أعمال نعم فاعل غاب ومعنى غياب جميع أعمال العامة أن ثواب الخصلة الواحدة أعظم من ثواب فعل جميع العامة وهم من عرفوا العقائد بالأدلة الإجمالية وإلا فالمقلد لا عمل له قوله لكن مشاهدة هؤلاء المتشبهين لكن ولا لكن يعني تمشي الاثنين يا ولد لكن مشاهدة هؤلاء المتشبهين بأهل العلم وليس منهم أي القائل بأن عمل المقلد أكثر من عمل العلماء له عذر له عذر مسكين وهو مشاهدة الناس المتشبهين في الهيئة بالعلماء وليس بعلماء في الواقع لأنه هو عندما قارن بالعمل العام أفضل هو بيتكلم بمسكين معذور وهو العذر مشاهدة الناس المتشبهين في الهيئة بالعلماء وليسوا بعلماء في الواقع نعم. فاعتقد أنهم علماء
لكونهم على هيئتهم. وهؤلاء الناس تصدر عنهم المعاصي بكثرة، هم ايه؟ هم المتشبهين بالعلماء وليسوا بعلماء. فلذا قال ان عمل المقلد اكثر من عمل العلماء بحسب مين؟ حسب الظاهر، بحسب المتشبهين او بحسب الظاهر، ولكن في الحقيقة قوله وعزة وجود أهل العلم على الحقيقة عطف على مشاهدة. قوله هي التي جسرت الجاهل، المناسب هما اللتان جسرت، أي عشان حاجتين مش مشاهدة ما ذكر وعزة وجود من ذكر. وقد يقال أفرد باعتبار رجوع الضمير للحالة المشتملة على الأمرين، يعني لو ثنى يبقى باعتبار أمرين، ولو أفرد باعتبار الحالة المشتملة على الأمرين. نعم. فهذا جائز بالإفراد وهذا جائز بالاستثناء. والمراد بالجاهل ابن ذكرى القائل بأن القائل أن عمل المقلد أكثر من عمل العالم. ابن ذكري. شوف يقول لك، هو يقول لك هي التي جسر، إنه العبارات دي نقلت عن ابن ذكري، ولي شرح في قواعد التصوف كده ابن ذكري، فيقول الكلام ده قال ابن ذكري. فعشان كده يقول لك المراد بالجاهل يعني هي التي جسرت ابن ذكري. اي نعم. مع انه هو بيقول لك والمراد بالجاهل ابن ذكري القائل، هو اللي قال العبارة، إن عمل المقلد اكثر من عمل العالم، اكثر من عمل العالم، وكان معاصرا للمؤلف. وبعدين بيقول لك هنا جاهل، يعني جاهل بذلك فقط، لا أنه غير عالم، إذ هو من أكابر العلماء. الله الله. نعم. بس في الحتة دي طلع جاهل. نعم. فهو وصف بالجهل في هذه الجزئية. نعم. أما في وذلك عشان كل واحد فينا يحترم نفسه. نعم. ولما يقال عنك في حاجة ما تعرفهاش جاهل ما تزعلش، ما هو ده الحقيقة وأنت عارف كل حاجة. أبداً. يعني مسألة في الطب، مسألة في الهندسة، أنت لا فخيلة فوصفت بالجهل فيها، فهذا هو عين الإنصاف، ما أنت عاوز يخلوك عالم في كله. نعم. قوله بمناقب يبقى ما من عالم إلا وهو جاهل في شيء آخر. نعم. ما في من عالم في، لأنه ليس هناك أحد أحاط بالعلوم كلها. يا من تدعي في العلم معرفة لقد عرفت شيئا غلط. يبقى الوصف بالجهل بس عيب لما تقول له، لو قلت له انت لست عالم احسن من تقول انت جاهل، يعني الطف شويه. ولذلك حجيب لك مثال، مثلا في حديث لما سال سيدنا جبريل، سال النبي صلى الله عليه وسلم قال له متى الساعه؟ قال من مسؤول باعلم من السائل. ما هي معناه يعني انا وانت في الجهل بهذه المساله، تسال انا عندي علم ولا ما المسؤول عن، يعني عدم العلم هنا احنا تساوينا فيه، ما فيش علم اصلا من ساعة. نعم. لكن جاب العبارة مش قال له انا وانت جهل بلك. نعم. فلقت في العبارة هذا بالنفي مش بالإثبات. صلى الله عليه وسلم. قوله بمناقب متعلق بالجاهل. ولذلك يقول لك المراد بالجاهل ابن ذكر. عالم كبير بس عشان هو اللي نقل العبارة. نعم. ما قلنا لك هو جاهل في مسألة واحدة. جاهل فيها. ولذلك سيدنا علي بيقول من رأيتموه مبارك مجيبا عن كل سؤال فاستدلوا بذلك على وجود جهله. الواحد بيجاوب على كل حاجة بجهل، إنه حيضطر يقولوا خلاص. فلازم يعني يكون في حدود، في حدود. قوله الإمام مالك نفسه، الإمام مالك سئل كم مسألة يا مولانا؟ 38 مسألة أكثر، وقال في ستة و30 سئل في 40 فقال 40 فقال في 36 لا أدري مش عارف. قوله بمناقب مدة العالم لا أدري أو ما بمشي. أيوه. هي المناقب مش عاوزة تتقري. والمناقب جمع جمع. قوله بمناقب متعلق بالجاهل، أي أنه جاهل بذلك فقط، لا أنه غير عالم، إذ هو من أكابر العلماء. والمناقب جمع منقبة، وهي الخصلة الحميدة. لما يصف ابن ذكر بالجاهل مش عيب يا مولانا،
اي بالضبط، لانه هو ما قال الجاهل ابن ذكر، ما جعلوش عطف بيان، قال الجاهل يشمله ويشمل كل من نعم جاهل. نعم حتى في قوله تعالى، يعني انت مثلا تكون شيخ اسلام مثلا تمام، ويكون واحد بيتعفف ما يقولكش اديني حاجه، بيتعفف وانت تحسب ايه غني، انت جاهل، يحسبهم الجاهل اغنياء. من التعفف الجاهل من هنا، اي جاهل ولو كان شيخ الاسلام، طالما حسبته غني تبقى ايه جاهل. لو كنت عالم كان عرفت انه محتاج. أه بتعدى عليه، هو القرآن هنا شتم الحد أبدا. بس لو قال جسرت ابن ذكر الجاهل هنا حيجعل على إيه هنا العين محتجعش. نعم قوله على ذكر، ما هو مولانا بيقول لك أبو سكي بص مولانا، وكان معاصرا للمؤلف، وكان معاصر هو القائل انه عمل المقلد اكثر، وهو العباره دي عبارته هو، عشان ما الشيخ ما صرحش ادبا، لكن الثاني جاي في الصرح. قوله على ذكر مترهب العامه متعلق بجسرت، قوله مترهب العامه من اضافه الصفه اي العامه المترهبين اي المتشبهين بالرهبان، من جهه ان علمهم لا ينفعهم. قوله في معرض، المعرض بكسر الميم وفتح الراء كده، معرض كسر الميم وفتح الراء، الثوب الذي تعرض فيه العروس ليلة الدخول على زوجها، يعني على وزن ايه الكلمة دي، معرض زي على منبر، مفعل زي منبر يعني. اللي هو ايه الثوب الذي تعرض فيه العروس ليلة الزفاف. استعير هنا للصفة، وفي بمعنى الباء متعلقة بذكر الأول، وإضافته لذكر بيانية. المعرض بكسر الميم وفتح الراء، الثوب الذي تعرض فيه العروس ليلة الدخول على زوجها، ليلة الدخول على زوجها. استعير هنا للصفة، يعني مش في ثوب، في صفتهم يعني. نعم يعني يعرض، وفي بمعنى الباء يعني بمعرض، بمعرض متعلقة به بذكر اللي هو جسر على ذكر مترهب العام الأول. نعم وإضافته لذكر بيانية، لذكر هو يعني لذكر بيانية أي تجسر على ذكر العامة بوصف العلماء الذين شأنهم أن يوصفوا به، أن يوصفوا به، فقال إنهم محافظون على الأوامر واجتناب النواهي أكثر من العلماء، من العلماء في زمرتهم أي جماعتهم. بعد كده الثانية مولانا، لا خلينا واقفين على الثانية. يبقى الثاني اللي هو ايه؟ ها؟ اللي هو ما حكم بعض الصلاف عليكم بدين العجائز. لا الثاني الاول اللي هو الدليل الثاني على ان التقليد اقوى. هات بس الاولاني فين عشان نربطين الكلام، هو الاولاني صفحه ثاني. الاول يا مولانا صفحه 46 46 صفحه كم؟ لا صفحه 45 كمان. احدها ان نقطع ان ابا بكر وعمر وسائر الصحابه رضي الله عنهم اجمعين مات ولم يعرفوا العقد والجوهر، صفحه 46 اخر سطر. صفحة 46 آخر سطر، آخر سطر أحدها. يبقى إذن بيقول لك في علم التوحيد بأوجه اللي هو من مال إلى صحة التقليد، صحة القول بالتقليد ورأى رجحانه على الإسلام احتج بأوجه ذكر العدد كله إيه؟ في أول وجه، وجه واحد، بل الوجه الثاني من إيه؟ من أوجه ترجيح صحة التقليد. الأوجه إيه؟ من أوجه، من أوجه الاحتجاج لصحة القول بالتقليد. من أوجه الاحتجاج لصحة القول بالتقليد. والأول والأول صفحة 46 46 في سطر 7 كده؟ 46 في آخرها في المتن. يبقى حنقف على إيه؟ وأما الله. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على المعلوم.
مفيش حشي، مفيش حشي صح؟ اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لا آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك الذاكرون.